طب بقول لك ايه، انا سمعت بجد ولا ده معرفش اشاعة ان كان المكان اللوكيشن انتوا كنتوا خايفين بجد فيه؟ مرعوبين طبعا بالله العظيم. انا جيت مره اللوكيشن ده والله العظيم اقول لك على حاجه، انت لو جيت بالليل احنا في كوان كده، فكنت مثلا عايز اروح اجيب حاجه من هناك، كنت بقول لحد تعالى معايا وانا راجل مهكم يعني وحشك، قال يعني هو وحشك تعالى. احنا كنا كمان في حاجات في المسلسل كنا بنعملها زي المشاهد اللي نشفتها كلها فيها تصاعد وقال ايه جن وبتاع وما اعرفش ايه، وانا اقول اذكار ومش عارف ايه واقرا عليه ومش عارف ايه علشان اشوف عبد العزيز، فكان في اجواء مرعبه فانتوا خفتوا بجد. ايوه والمكان كان في منفى فده مقطوعه ادعى لل وانت لو جاي بالنهار تخاف تمشي بالليل بقى خلاص هتفضل قاعد لغايه ما التصوير يخلص. انا سمعت ان خالد محروس يعني هو كان بيبقى راجع بيقول لي والله كانت ركبه بتخبط بقفل المسوجر الحجر. ايوه حته مقطوعه فعلا. بس عموما انا تصوراتنا بتبقى في اماكن يعني بعيده كده عشان الصوت وعشان بس هو المكان ده اصله لازم تعلم فيه شجرتين بتعدي ما بينهم تكسر ما بينهم تخش على المكان اللي يوديك على اللوكيشن. لو ما كسرتش تطلع الجبل، لو ما كسرتش بقيت عند المطاريد في الجبل بقى فوق اصلا لو انت تموت لو تهت تموت، لو تهت بقى تنزل بعد 20 سنه.